السلام عليكم أحبتي الكرام، أهلا وسهلا بكم في الحلقة رقم 30 من هذا الكورس المميز ألف كلمة إنجليزية في دقيقتين. قبل البدء في كلمة اليوم، حضرت لكم مفاجأة في نهاية هذا الدرس، أتمنى راح نجربها سوية، وأتمنى نكون حققنا الهدف اللي نسعى إليه. وهدفنا اليوم هو أن نحفظ أكبر كمية من الكلمات اللي راح تمر علينا فقط خلال هذه الدقيقتين اللي راح تمر علينا حتى نتعلم اللغة الإنجليزية بشكل أسرع. راح نسوي هالتجربة سويا في نهاية هذه الحلقة. خلينا نبدأ الآن مع كلمة اليوم، وهي كلمة agent. agent agent agent. get ready, write all the phrases, so you need a notebook, a pencil. Just 2 minutes, فقط دقيقتان, and say after me 5 times aloudly. أما الآن اضغط على إعجاب لهذا الفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى تصلك جميع الدروس الجديدة. أما الدروس القديمة بإمكانك الحصول عليها في أسفل هذا الفيديو في مربع الوسط، سوف أضع لكم الرابط. كلمة agent لديها مجموعة من المعاني، أرجو التركيز الآن. agent لديها معنى كعامل، agent وكيل، agent أداة، ممثل، نائب أو عميل سري. نأخذ أمثلة على كلمة agent. I find that the agent. حاول أن تكرر معي. I find that the agent acted. I find that the agent acted throughout on behalf of the purchaser. أما معنى هذه الجملة، أجد أن الوكيل تصرف طوال الوقت نيابة عن المشتري. المثال الثاني. This has been confirmed to me. This has been confirmed to me by the legal agent acting on my behalf. تم تأكيد هذا لي. This has been confirmed. تم تأكيد هذا لي. To me. لي. By the legal agent. من قبل الوكيل القانوني. Acting on my behalf. النائب عني. This has been confirmed to me by the legal agent acting on my behalf. Agent مرادفات هذه الكلمة factor, mandatory, instrument, representative. أما الآن أخذ العبارات a travel agent, a bank agent. والآن سوف نبدأ بالمفاجأة اللي هي راح نختبر بها قدراتنا وحفظنا بهاي الدقيقتين، كم الكمية اللي حفظنا من هذا الدرس. هيا لنبدأ. كرر الكلمة 5 مرات بصوت مرتفع وبلفظ واضح وصحيح. agent 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 agent. هذه 5 مرات. ما معنى كلمة agent؟ حاول أن تتذكر كلمة agent. انطيني بعض المعاني لكلمة agent. نعم فكر الآن. agent ما معنى كلمة agent؟ نأخذ معاني كلمة agent الآن. عامل، وكيل، أداة، ممثل، نائب أو عميل سري. ننتقل للسؤال بعده. I find that the agent. حاول أن تقرأ هذه العبارة وحدك. أنا راح أقرأها مرة واحدة وأنت كررها خلفي. I find that the agent acted throughout on behalf of the purchaser. الآن حاول أن تقرأها وحدك. ممتاز، خلينا نعيدها سوا أنا وياك. I find that the agent acted throughout on behalf of the purchaser. الآن نأخذ معنى هاي الجملة. قبل ما نأخذ معناها،
حاول انه تفهم هاي معنى الجملة، حاول انه تترجم هذه الجملة. نأخذ ترجمتها سويا. أجد أن الوكيل تصرف. I find that the agent. أجد أن الوكيل acted تصرف. Throughout on behalf of the purchaser. طوال الوقت نيابة عن المشتري. ثم المرادفات. حاول الآن أن تتذكر بعض المرادفات لكلمة agent. Agent. أخذنا أربع مرادفات مسبقا. حاول الآن تذكرهم. خلي نشوف المرادفة الأولى اللي أخذناها. Factor. Factor. تأتي بمعنى عامل. Factor. 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 Agent. المرادفة الثانية mandatory مفوض أو نائب، مفوض أو نائب. حاول أيضا أن تكرر هذه الكلمات factor، كررها agent factor mandatory agent agent mandatory. Instrument أداة agent instrument agent instrument. حاول أن تكرر وتعود لسانك على لفظ هذه الكلمات. Representative representative ممثل ل أو وكيل عن agent representative. احفظ هذه الكلمات بشكل جيد. والآن وصلنا إلى نهاية هذا الدرس 30، وسوف نكون لنا موعد مع مراجعة من الدرس 21 إلى الدرس 30، وأيضا أسئلة واختبار في هذه العشر دروس الأخيرة. لمتابعة جميع الدروس من هذه السلسلة بإمكانكم مشاهدة أسفل هذا الفيديو، سوف أضع لكم السلسلة كاملة بإمكانكم متابعتها إن شاء الله. وشكرا لكم على المتابعة، واستمروا بالمثابرة.